طيب يا شباب، الموقع اللي هنتكلم عنه النهارده اسمه ايرنوجي. الموقع دوت بقاله بالظبط حوالي 15 يوم شغال يا شباب. هو بادئ في تاريخ 8 او 10 6 2024، فالموقع انا جايبه لك في بدايه. مست المواقع الاستثماريه اللي من النوع دوت يا معلم ان هي بتطول، بتقعد بالخمس شهور وبالست شهور وممكن تقعد بالسنه الكامله يا جماعه شغاله وبدون اي مشاكل. ليه؟ لان المستثمرين اللي فيها او اصحاب المواقع ديت بيبقوا حاطين ستاند او راس مال فيها كبير جدا، بيوصل لل 100000 وال 200000 دولار. فبالتالي هم عشان يبداوا ان هم يجذبوا الناس بيربحوا الناس كويس جدا في الاول. فانا بنصح الجميع اللي حابب يخش في الموقع دوت يخش فيه من دلوقتي قبل ما يتشهر ويتنشر في قنوات تانية، لان النوع دوت من المواقع لما بتتشهر جدا في الاول بتبدا ان هي تقفل ببانها للجميع وبتبدا ان هي تنصب على الناس. فبالتالي كل اللي هيخش معايا اثناء الفيديو هيقدر ان هو يستغل الموقع دوت في اوله. طريقه التسجيل في الموقع دوت بتخش من اللينك اللي انا سايبه لك في وصف الفيديو تحت يا معلم، وبتبدا ان انت تملى البيانات الجميله ديت، اسمك واليوزر نيم بتاعك اللي هو اسمك برده ولكن بدون فصلات، وبعد كده الباسورد الباسورد بتاعك مره تانية، وبعد كده بتكتب له الايميل بتاعك اللي انت هتسجل بيه هنا، وبتكتب الايميل مره تانية يا معلم، وبتدوس على كلمه اكسبت تيرمز من هنا يا شباب، وبتبدا ان انت تدوس على السهم دوت عشان يكمل عمليه التسجيل عادي جدا. وبتروح تفتح الايميل اللي انت دخلته في الموقع، هتلاقيه باعت لك البيانات الخاصه بالتسجيل بتاعتك اللي هو اليوزر نيم والباسورد بتاعك. كده كده انت هتكون مسجل كل حاجه والدنيا تمام. فهتيجي على كلمه لوج ان وتبدا ان انت تخش عادي من السهم دوت برده، ويبقى انت كده سجلت دخول في الموقع ما فيهوش اي صعوبه يا شباب. فدي بتبقى الواجهه بتاعتنا بعد تسجيل الدخول يا معلم. بيبقى اللينك بتاعك بتاع الحاله هنا يا شباب لو انت حابب ان انت تاخده وتبعته لاصحابك، وبيبقى كاتب لك هنا الارباح بتاعتك والارباح بتاعتك من الحاله كمان، وفي الناحيه اللي في اليمين هنا بيبقى كاتب لك الايداع بتاعك والكميه اللي انت سحبتها من الموقع. فعشان تبدا ان انت تعمل ايداع في الموقع اصلا وتستفيد بالخطط اللي موجوده، هتدوس على كلمه مايننج باكج من هنا، فهتلاقيه مديك الخطط اللي انت تقدر تشترك فيها يا معلم. هتلاقي الخطه الاولى اللي بتديك 12.5% ربح في نهايه المده، والخطه الثانيه اللي بتديك 17%، والخطه الثالثه اللي بتديك 22.6%. الخطه الاولى الحد الادنى للايداع فيها هي 100 دولار، والحد الاقصى هو 10000 دولار. طيب وما ننساش اهم حاجه، مده الخطط برضو يا جماعه، بحيث ان انا اوريكم كل مده. المده الاولى بتاعت الخطه الاولى اللي هي بتديك 12.5% يوميا هي بتبقى مدتها 10 ايام فقط لا غير، بمعدل ربح نهائي 25% زائد راس مالك الرئيسي. يعني عملت ايداع ب 100 دولار بتاخدهم في نهايه المده 125 دولار. انا في حاجه برضو مستغربها، ازاي بيقول لك 12.5% يوميا ربح يومي وفي نهايه المده هتاخد 25% بس؟ فدي حاجه انا هبقى اسال الدعم عليها. فديت زي كالكيوليتور او اله حاسبه، هي تقدر ان انت تخش في كل خطه وتكتب الكميه اللي انت هتعمل بيها ايداع والربح بتاعك في نهايه المده ديت هيبقى كام. انا واحد من الناس عشان لسه بجرب الموقع فهشترك في الخطه اللي هي القليله خالص يا جماعه اللي هي بقيمه 100 دولار، فبدوس على كلمه اكتف ناو. برده في خطط ثانيه في الموقع بس الخطط ديت بتبقى بمدد اطول او بعيده، فزي ما انت شايف الخطه ديت بتديك مثلا 2.7 في نهايه المده، ولكن الخطه دي بتقعد 45 يوم. فبالتالي في خطط باسعار قليله او بمبالغ قليله ولكن المدد بتاعتها بتبقى كبيره او بعيد. فانا انصح الناس اللي حابه تشترك في النوع دوت من المواقع ان هي تشترك في الخطط الخاصه بال 10 ايام وال 7 ايام وال 5 ايام، اللي هي الخطط اللي بتديك ربح قريب يا جماعه مش بعيد، عشان برده ما تضمنش غدر الموقع ممكن يبقى امتى. فبالتالي انا هشترك في الخطه ب 100 دولار اهو، فهدوس على كلمه اكتف ناو يا شباب عشان نجرب مع بعضينا. هتلاقيه يا معلم مديك العنوان اللي انت هتبعت عليه بالبيتكوين، ولكن انا مش حابب ان انا ابعت بالبيتكوين، فهبدا ان انا ارجع كده يا معلم وهغير طريقه الايداع بتاعتي. فزي ما انت شايف انا عندي طرق الايداع كتيره جدا، عندك البيتكوين، عندك اللايت كوين، عندك الدوك كوين، عندك الترون، عندك البي ان بي، عندك اليو اس دي تي تي ار سي 20. فانا هبدا ان انا اختار اليو اس دي تي تي ار سي 20 من هنا، واجي اكتب له الكميه اللي انا هعمل بيها ايداع اللي هي 100 دولار يا شباب، وبعدها انزل وادوس على كلمه اكتف ناو من هنا. ولكن خلي بالك من حاجه مهمه، انت ممكن تشترك في خطه بالغلط من دون ما انت ما تكون فاهم. ازاي؟ لان في هنا علامه منوره اهي من فوق يا جماعه، الدايره المنوره ديت، لو الدايره المنوره ديت موجوده على هنا وانت بتعمل عمليه الايداع، ده معناه ان انت بتشترك في الخطه ام 40 يوم، مع انك عايز تشترك في الخطه ام 100 دولار. فبالتالي لازم تكون العلامه المنوره موجوده على الخطه اللي انت حابب تشترك فيها، لان انا كنت عامل خطا شديد دلوقتي وكنت هشترك في الخطه ام 40 او 45 يوم ديت يا شباب. فانا عشان ابدا ان انا اعمل ايداع في الموقع بقيمه 100 دولار واشترك في الخطه ديت يا شباب، كل اللي عليا ان انا اختار طريقه الدفع. انا هختار هنا اليو اس دي تي تي ار سي 20، وبعد كده اكتب الكميه اللي انا هعمل بيها ايداع اللي هي 100 دولار وادوس على كلمه كرييت يا شباب من هنا. هتلاقيه بيقول لك يا معلم ابعت لي الفلوس على العنوان دوت يكون 100 دولار كاملين مكملين. فانا هعمل حاجه مختلفه، بدل ما استعمل باينانس المره دي هستعمل محفظه بينج اكس يا معلم. انا معايا فيها حوالي 104 دولار اهو، هبدا ان انا ادوس على كلمه وزدرو من هنا بحيث ان انا ابعت له الفلوس من محفظه بينج اكس على الموقع عادي جدا. فهبدا ان انا اخد العنوان اللي هو بيقول لي ابعت لي عليه الفلوس دوت كوبي كده، وبعد كده اروح لمحفظه البنج اكس وابدا ان انا اختار اليو اس دي تي من هنا، وبعد كده احط له العنوان اللي انا هبعت عليه الفلوس واختار النتورك اللي هي اليو اس دي تي تي ار سي 20. هختارها كده اهوت يا معلم، هيقول لي ان الرسوم هي 1 دولار، هقول له تمام. هبدا ان انا اكتب له ان انا هسحب مبلغ يا معلم 100 دولار صافي على الموقع هناك، فبالتالي هكتب له 101. فكده بيقول لي ان اللي هيوصلك صافي على العنوان اللي انت حاطه هو 100 دولار، وهيتخصم
$1 رسوم سحب فقط لا غير. ودوت بالفعل اللي انا محتاجه ان هو يوصلني على الموقع هناك يا شباب. فهبدا ان انا اروح تاني للبنج اكس وادوس على كلمه ويزدرو من هنا، هيبدا ان هو ياكد معايا العمليه، هقول له كونفيرم يا معلم، هيبدا ان هو ياكد معايا طبعا برقم التليفون والايميل. تمام، هحط له الارقام اللي اتبعتت لي في الرسائل يا معلم وادوس على كلمه كونفيرم من هنا، هيبدا ان هو يقول لي تمام سكسس ويزدرو ريكوست هاز بين سبميتد. هدوس على كلمه كونفيرم من هنا وهنلاقي ان العمليه اندر سيستم ريفيو اهو. هنرجع لكم تاني اول ما يقول لي ان العمليه دي كومبليتد. نفس الكلام دوت برده تقدر تطبقه على باينانس او تطبقه على الفوست بي او على اي محفظه عملات رقميه معاك بتبعت منها الفلوس بنفس الطريقه. طيب يا شباب اهو العمليه لانها كومبليتد بعد مرور 10 دقائق طبعا، بتستنى لغايه اما تتقبل العمليه، وبعدها بتبدا ان انت تيجي بقى للموقع يا معلم وتدوس على كلمه اي سند ذا بيمنت من هنا يا معلم، وهتلاقي ان العمليه تمام تمت بنجاح وبيقول لك لودنج. طيب يا معلم بما اني دلوقتي هبدا ان اعمل سبسكرايب او هشترك من التوتال بالانس بتاعي، فهبدا ان انا اجي على الفروم ذا بالانس من هنا وافعلها كده. كده انا هشترك من الفلوس اللي انا عملت بيها ايداع يا معلم، مش من فلوس الايداع اللي انا هعمله من المحفظه بتاعتي. فبما اني عملت ايداع في المحفظه في الموقع الاول وبعد كده هبدا ان انا اشترك، فلازم انا افعل الخيار دوت وادوس بعدها على كلمه اكتف ناو من هنا، هتلاقيه بيحمل معايا وبيقول لي مبروك انت كده اشتركت في الخطه. ادوس على كلمه بروسس من هنا، هتلاقيه بياكد معايا العمليه وبتحمل اهي والدنيا تمام التمام وجميله. اول ما تحمل العمليه هتلاقيه بيقول لي انت اشتركت كده في الخطه خلاص والدنيا زي الفل. هدوس على كلمه اكتف باكج من هنا يا معلم، هتلاقي الخطه اللي انا مشترك فيها موجوده هي يا جماعه بتاريخ 29/6/2024 وهتخلص يوم 9/7/2024 باذن الله. فاحنا باذن الله دلوقتي المفروض ان احنا هينزل لنا ربح يومي، الربح اليومي دوت هيكون $2.5 يا شباب، فبالتالي انا في خلال ال 10 ايام دول هكسب $25. فالنهارده 29/6/2024 اهو، هنرجع لكم تاني باذن الله اول ما الفلوس تنزل في الحساب ونسحبها. وانا بقول لكم ان الموقع صادق وهيفضل صادق في الاول كده يا جماعه لفتره، ممكن الفتره ديت تبقى شهرين، ممكن تبقى 3، ممكن تبقى 5 شهور، ممكن تبقى 6 شهور، لان مواقع الاستثمار الكبيره ديت زي ما قلت لك بتبقى حاطه راس مال كبير جدا عشان تبدا ان هي تنصب على الناس. استنى بس يا كبير، انت رايح فين؟ انت عملت اللايك والسبسكرايب اللي انا قلت لك عليهم في اول الفيديو؟ يا راجل اتقي الله، ده احنا طالع عندنا في الفيديوهات يا ولا يا ولا، اعمل اللايك يلا والسبسكرايب يلا. ايه بتقول ان انت عملتهم؟ وربنا اخويا اخويا والله. تمام يا شباب، رجعنا لكم تاني يوم اهو بتاريخ 30/6/2024 الساعه 11:20 دقيقه بالظبط، يعني بعد مرور 24 ساعه يا جماعه، ولقينا الارباح بتاعتنا نزلت اهي $12.5. ده معناه ان الموقع بيديك فعلا يوميا ربح $12.5، يعني 12.5% زي ما مكتوب. تقول لي طب ازاي يا يحيى الربح بتاعي في اخر المده بيبقى 25%؟ بس اقول لك يا معلم، لان انت الربح اليومي اللي بينزل لك دوت بيبقى نازل منه جزء من راس مالك اصلا. يعني لو ضربت 10 في 12.5 هتلاقي ان انا في نهايه المده هيكون معايا $125، وانا عامل ايداع بكام؟ عامل ايداع ب $100 فقط، فبالتالي هبقى كسبت ال $25 دول في ال 10 ايام دول. فبالتالي انت الربح اليومي اللي بينزل لك دوت بيبقى جزء منه راس مالك وجزء منه ربح ليك، فبالتالي انت الفعلي اللي بينزل لك يوميا هو 2.5 ربح يا شباب، يعني انت بتكسب 2.5% يوميا من راس مالك. وانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا وربح معقول، خصوصا ان انت تقدر تسحب راس مالك على طول مباشره زي ما هتشوف معايا كده. فهبدا ان انا اسحب ال $12.5 دول، وعلى فكره السحب معلوش اي رسوم. فهبدا ان انا اجي على اكونت سيتنج من هنا يا معلم، بحيث ان انا اربط المحفظه اللي هسحب عليها. انا طبعا بحب اسحب باليو اس دي تي تي ار سي 20. انت عندك طبعا محافظ ثانيه زي اللايت كوين والدوك كوين والاثيريوم واي محفظه انت عاوزها موجود، ولكن انا هسحب على اليو اس دي تي تي ار سي 20. هبدا ان انا اجيب المحفظه بتاعتي من باينانس كده يا معلم عن طريق ان انا ادوس على ديبوزيت، وبعد كده اختار اليو اس دي تي واختار الشبكه الترون تي ار سي 20، بحيث ان انا اجيب العنوان بتاعها كده يا معلم وابدا ان انا احطه هنا واعمل سيف. بس اهم حاجه تكتب الباسورد بتاعك هنا يا شباب، بحيث ان انت تزود عمليه التاكيد بحيث ان هو يحفظ البيانات بتاعتك. فزي ما انت شايف هنعمل سيف اهو، هتلاقيه سيف معايا البيانات بدون اي مشاكل. اول بقى يا معلم ما تخش كده، كده هو عمل اول خطوه تسييف، هتبدا ان انت تسيف بقيه البيانات، ان انت تنزل تحت هنا وتعمل كونفيرم للايدنتيتي بتاعتك عن طريق الايميل اللي هيجي لك على الايميل اللي انت مسجل بيه في الموقع. زي ما انت شايف ده الكونفيرميشن كود اهو، هبدا ان انا اخده كوبي كده واجي احطه هنا يا شباب وادوس على كلمه كونفيرم من هنا. كده انا باكد البيانات اللي انا حطيتها يا معلم وبسيف المحفظه. لو ما عملتش الخطوه ديت كده المحفظه بتاعتي مش هتكون اتسيفت. بيقول لي اهو يور اكونت داتا هاز بين ابديتد سكسسفولي، ولو نزلت تحت كده هتلاقي ان المحفظه بتاعتي متسيفه هي يا شباب. هبدا بقى ان انا ادوس على كلمه ويزدرو بروفيت من هنا، وابدا ان انا اختار اليو زي تي تي ار سي 20 واكتب له الكميه اللي هي $12.5، وادوس على كلمه ويزدرو يا شباب من هنا. هيبدا ان هو يعمل لودنج وهيقول لي انت حابب تسحب المبلغ دوت، خلي بالك ان في 1% بس بتبقى رسوم. هقول له تمام بروسيد من هنا يا شباب، هتلاقيه بيحمل معايا التحميل الجميل دوت وهياكد معايا عمليه السحب قدامكم عمل اهو بدون اي قطع في الفيديو وبدون اي حاجه يا شباب. والمفروض ان هم كاتبين ان عمليه السحب في الموقع بتوصل فوريا، فنشوف الكلام دوت عملي قدامك اهو الساعه 11:26 دقيقه بدون اي قطع في الفيديو يا شباب. هنشوف الفلوس وصلت لباينانس دلوقتي ولا لا. فزي ما انت ما شايف بيقول لي الباتش اي دي اهو اللي هو اي دي الخاص بالعمليه، وبيقول لي ان العمليه دلوقتي تمت بنجاح. لو جينا ودخلنا على باينانس اهو يا شباب وعملنا ريفرش الماتين بتاعنا كده، هنشوف الفلوس
وصلتنا ولا لا. على طول يا شباب زي ما انتم شايفين لقينا ان العمليه وصلت 12.38 دولار اهو، اللي هو خصمه بالظبط ال 1% اللي كان مكتوب في الموقع. فالفلوس ما كملتش دقيقتين ولقيناها موجوده ومسمعه في باينانس يا جماعه بدون اي تاخير، ففعلا السحب في الموقع بيبقى فوري. طيب يا سيدي، لو انت عندك اي مشاكل في الموقع ايا كانت هي ايه، تقدر انت تتواصل مع الدعم عن طريق الايميل بتاعهم هنا اللي هو السبورت ايميل، يا اما تتواصل معاهم على صفحتهم في الفيسبوك او قناتهم في التليجرام. خلي بالك هم موثقين صفحتهم على تويتر يا جماعه، واخدين الاعتماد من تويتر، فدي حاجه تؤكد ان الموقع هيفتح لفتره طويله باذن الله. باذن الله بعد مرور ال 10 ايام هنيجي نعمل لكم برضو اثبات سحب للمبلغ ككل او للمبالغ اللي هنسحبها يوميا، وهنشوف الموقع هيفضل صادق لامتى. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك المتين بتاعكم والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.